السلام عليكم يا بنات، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض افطار ما كملش كده ساعه معاك في المطبخ. طريقه سهله خالص وبسيطه، وافطار جميل جدا يا بنات، وشعبي وصعيدي وما شاء الله عليه. ساعه واحده بس يا بنات دخلت المطبخ، حضرت الافطار بتاعي واقل من ساعه كمان. يلا بينا. اول حاجه يا بنات، صحيت الظهر، صحيت الظهر كده وخشيت المطبخ، لينت الفول بتاعي، سبته كده لان الفول عملت طعمية وفول عشان اعمل مدمس، ادمس مدمس، وعلى ما توضيت وصليت الظهر والكلام ده كله. الفول خدوا ساعة ولان معاي، وحطيت حلة على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها كم فص ثوم وهي بتغلي، وحطيت فيها حباية من الطماطم، وانزل بالفول بتاعي، سبته لان فيها بس ساعي عشان اسوي اعمل فول مدمس. هحط الفول بتاعي كلام ده كده بعد الظهر، واحط وغسلت على الفول يا بنات حوالي كده نص كوباية من العدس، وهنزل بالعدس برده على الفول زي ما انتوا شايفين كده. وهعصر ليمونة يا بنات عشان الفول بتاعي يطلع لونه أصفر وحلو كده، ما يبقاش لونه مزرق. ولينت الفول أنا بردك عشان هعمل طعمية بيتي، وهغطي على الفول بتاعي بعد كده وهدي عليه النار واسيبه مع نفسه بس كده، ومش هدخل المطبخ غير بعد العصر كده وقبل المغرب بساعي. وادي الفول يا بنات بتاعي بعد ما عريت عنه عليه في البوتاجاز. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين استوى وبقى زي الفل. حطيت له يا بنات ربع معلقتان من البابريكي وسنه بسيطه من الكركم، خد اللون الحلو ده معايا الاصفر الذهبي الحلو. وادي الفول سبته كده على النار، والطعميه دي اني قبل المغرب بساعه الكلام ده كله، جبت الطعميه للفول وقطعت عليه تومه وقرن فلفل اخضر وكزبره وبصله، وقطعت الباذنجان بتاعي ورشيت عليه ملح عشان يصفي الميه اللي فيه عشان ما يشربش معايا زيت. افرم الطعميه بتاعتي كده في الكبه، هقسمهم كده على ثلاث اجزاء، هفرم في الكبة وارجع لكم تاني. وادي يا بنات الطعمية بتاعتي فرمتها في الكبة، ما خدتش وقت برضي معاي، فرمتهم بسرعة، وهجيب عليهم سنة كربونات بسيطة خالص اهي زي ما انتم شايفين. وهجيب عليهم عندنا صحنة ملح بشطة وكسبرة وكمون، بضيف منه على السلطة، فهضيف عليه كده معلقة اهي يا بنات، وهقلبهم كويس. وابتدي انا هعمل الفول بتاعي، هعمل كده بتجلي، والفول نقلته على العين التانية يا بنات يكمل سوا. وجيب الطاسة على النار، حطيت فيها معلقة شوية زيت، وجبت فرامة بصلة هحمرها كده واعمل تجلية عشان ايه احط الفول فيه. هرش عليها شوية ملح من المحوج دي تاي، ملح وكسبرة وشطة وكمون على البصلة، وخليها كده تاخد لون معايا، وبعد كده أنزل عليها بعصير الطماطم. أهو يا بنات بخلي الطماطم بتاعتي تتسبك كده تسبيكة حلوة، وبعد ما تتسبك الطماطم أنزل عليها بالفول بتاعي اللي أنا دمسته. الطماطم يا بنات اتسبكت اهو بقت زي العسل. هجيب دلوقتي حلة الفول اهي يا بنات بتغلي، وادي الفول يا بنات زي ما انتم شايفينه ما شاء الله عليا اهو يا بنات، اهو يا بنات زي ما انتم شايفينه داب خالص واستوى
ما شاء الله عليها. هنزل بالفول بتاعي كده في التقلية ده. الفطار ما خدش مني حاجة ولا تكلفة ولا حاجة، كل حاجة في البيت كده موجودة. دمست الفول في البيت وعملت الطعمية في البيت، وأكلة يعني ما شاء الله عليه. بس كده أنا هعمل دول بتقلية نفطر بيهم، والباقي هنخليه نعمله كده بملح وكمون وزيت نصحر بيه. وادي يا بنات زي ما انتوا شايفين الفول جميل خالص، بيتكلم عن نفسه، فول بالتقليه ما شاء الله عليه، يفتح النفس فعلا. سبت الفول كده خد له غلوة، وهحط عليه معلقة من الملح بكمون وشطة كده، وابتدي اعمل اقلي المقليات بتاعتي. اول حاجة انا هقلي البطاطس يا بنات، عشان البطاطس في نفس الطاسة هقلي فيها المقليات كلها. هقلي البطاطس الاول عشان نظيفة، وورا البطاطس هقلي الباذنجان. جيب الطاسة على النار يا بنات، وحطيت فيها زيت عشان اقلي البطاطس بتاعتي. وطبعا كلكم عارفين قليت البطاطس، وعارفين قليت الباذنجان، وعارفين الحوارات دي كلها. كلكم ستات بيوت شاطرين ما شاء الله عليكم، ربنا يربي يحفظكم. وكده يا بنات انا قليت الباذنجان، عفوا قليت الباذنجان بتاعي وقليت البطاطس. وهبتدي دلوقتي اعمل الطعمية بتاعتي في الطاسة بتاعت الزيت، واعمل القرص كده، دور القرص زي ما انتوا شايفين يا بنات، واجيب عليه شوية من السمسم من ناحية دي ومن ناحية داي، واقلي يا بنات. حابة تحطي سمسم حطي، حابة تحطي كسبرة مطحونة حطي، يعني تكون مكسرة تكسير كده، او حابة تقليها على كده بردك اقليه. زي ما انتوا شايفين الطعمية هي ما شاء الله عليه. وادي يا بنات الاكل كده خلاص جاهز. انا قليت الطعميه زي ما انتم شايفين هاي، ما شاء الله عليها. وادي الفول مدمس هيتكلم عن نفسه، والسلطه والفلفل مخليلاه في البيت، والبطاطس وقليت بردك يا بنات فلفل ورا الطعميه وبطيخ. وشوف